إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك في رمضان مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد. كل سنة وانتم طيبين، وكل عيد فطر وانتم بأحسن صحة وأحسن حال. كل عيد فطر وانتم فرحانين بثواب الصيام والقيام، وندعي ربنا انه يبلغنا رمضان أعوام وأعوام، واحنا كلنا مع بعض لا فاقدين ولا مفقودين. العيد جه، وبعد الصيام في شهر رمضان اتعودت معدتنا على نظام رمضان، اتعودت على الانتظام والأكل بمواعيد، والامتناع عن الأكل والشرب برضه بمواعيد. هنرجع تاني ناكل في أي وقت بأمر ربنا، هو اللي أمرنا بالصيام، وهو برضه اللي أمرنا بأننا نرجع نفطر تاني مع حلول العيد. نعمل إيه عشان التحول المفاجئ ده ما يتعبناش وما يعمل لناش عسر هضم أو أي متاعب في المعدة أو الجهاز الهضمي؟ التحول والشفت من الصيام ومواعيده للفطار والغدا والعشاء لما نرجع لحياتنا بعد رمضان ممكن يتعبنا، نعمل ايه؟ الحل السحري في التدرج، يعني نغير نظامنا بالتدريج. اولا نحاول ان مواعيد اكلنا مع ايام العيد الاولانية تكون قريبة من مواعيد الاكل في شهر رمضان. تاني حاجة، خلي بالك قوي من كمية الاكل في اول كام يوم بعد رمضان، ما تاكلش كميات كبيرة، انتهز فرصة انك اتعودت في رمضان على الاكل القليل وخليك مكمل على كده، ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. ما تخسرش مكتسبات رمضان، ما تكترش من كحك وحلويات العيد، ما تفاجئش معدتك بعد الصيام بكميات كبيرة من النشويات والدهنيات والسكريات. اشرب مية كويس، ما تشربش منبهات ولا مياه غازية كتير. المياه الغازية مش هتساعدك انك تهضم، المياه الغازية هتعمل لك عسر هضم. انتهز فرصة اجازة العيد وانزل امشي في الهواء، الهواء الجميل، مارس رياضة المشي في الطبيعة والنسمة الحلوة بتاعة الصبح او الجو الجميل بالليل، وما تكسلش، اوعى تخلي اجازة العيد اجازة للنوم والخمول. افرح بالعيد وفرح أهلك وولادك بالعيد، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين، وتقبل الله منا ومنكم. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وبكرة معلومة جديدة، وكل سنة وحضراتكم طيبين.